ديناصورات حية، هذا واحد من التحولات الأكثر إثارة في تاريخ الحياة. توجه الباحثون خلال هذه السنة إلى دراسة كل من الحفريات والطيور الحديثة لمعرفة كيف استطاعت مجموعة من الديناصورات أن تصبح أصغر حجما وأكثر قدرة على التكيف. حدث التغيير بسرعة كبيرة ممهدا الطريق لما يعرف بانفجار طيور، إنها بداية الطيور الحديثة. اكتشاف فرانكنشتاين لما يعتقد أنه ينبوع الشباب. خاط باحثون فأرا شابا وآخر مسنا وربطوا دورتيهما الدموية معا. جدد هذا الاتصال شباب الدماغ وعضلات الفأر المسن. يبدو أن الدماء الشابة تحتوي على أحد العوامل التي يمكن أن تعكس عملية الشيخوخة. أظهرت عدة فرق بحث هذا العام أن الجسامين مثل البشر يمكنها إنجاز الكثير عبر العمل الجماعي. في إحدى الدراسات اجتمع 1000 جسمان كل بحجم ربع دولار لتشكيل حروف وأشكال بنظام يشبه الفرق الموسيقية. فريق آخر صمم سرب جسامين مسوحا من أسراب النمل الأبيض. استطاع هذا السرب بناء هياكل ثلاثية الأبعاد، قطيعة الباحثين الذين يضعون رقائق الكمبيوتر مع طرقهم القديمة. في عام 2014 تم إنشاء أول رقائق بنية البنية واسعة النطاق. صممت هذه الرقائق لمعالجة المعلومات بطرق تحاكي دماغ الحي. يمكن لهذه الرقائق أن تسهل على الآلات الاطلاع على عدد من المهام الإدراكية كالرؤية مثلا. كما سيمكن لعدد من الروبوتات التعامل مع كثير من البيانات من أجهزة استشعار متطورة. العلماء الباحثون في الخلايا الجذعية يبلغون هدفا طالما انتظروا. تمكنوا من تحويل خلايا جذعية بشرية إلى خلايا بيضة البنكرياسية والتي يمكنها إفراز الأنسولين. هذه الخلايا الهامة تكون مفقودة في الناس الذين لديهم مرض السكري من النوع الأول، إلا أن الأطباء لا يمكنهم بعد زرع الخلايا الجديدة لدى المرضى، ذلك لأن الخلايا الأجنبية يتم رفضها من طرف الجسم. ويبقى إيجاد علاج ممكن للسكري حلما أقرب أكثر فأكثر إلى التحقيق. فيما يخص الكهوف القديمة، ظل شائعا منذ وقت طويل على أن أوروبا تضم أقدم رسوم الكهوف في العالم، غير أن باحثين جدد أعلنوا هذه السنة وجود كهف في إندونيسيا يحمل آثار الأيادي ورسومات يعتقد أنها تعود لأكثر من 35 ألف سنة. البحث كشف على أن الإنسان الحضري كان مبدعاً عندما غادر إفريقيا ليجوب بقية أنحاء العالم. في عام 2013 اكتشف علماء الدماغ أمرا عجيبا، فقد تمكنوا من غسل ذاكرة وهمية من الخوف في الفئران عبر التلاعب بالخلايا العصبية عن طريق الضوء. وقد أخذ هذا الاكتشاف بعدا جديدا هذه السنة. استخدمت نفس التقنيات لتحويل ذكريات جيدة إلى أخرى مثيرة للخوف، كما حولوا ذكريات مزعجة إلى أخرى ممتعة. في عام 2014 أرسل الباحثون عددا قياسيا من الأقمار الصناعية المصغرة إلى الفضاء. الأقمار الصناعية المصغرة هي مكعبات صغيرة الحجم منخفضة التكلفة، لكنها تؤدي مهام علمية حقيقية. هذه الأقمار رخيصة وسهلة الإطلاق، ويمكنها أن تحمل أجهزة استشعار قوية جدا. وهو ما يعني أن إرسال كوكبة من الأقمار الصناعية المصغرة إلى الفضاء سيسمح بالقيام بعدد من المهام التي تعد إلى اليوم معقدة وباهظة الثمن. عادة ما يتضمن رمز الحمض النووي فقط 4 أحرف R, C, G و T، إلا أن بعض الباحثين قاموا هذه السنة بإضافة زوج جديد من الرموز الوراثية هي X وY، حيث قاموا بإضافة هذه الأحرف الزائدة في بكتيريا حية. ويعتزم الباحثون استخدام الرموز الجديدة لصياغة شفرة الأحماض الأمينية التي تعد بروتينات شاذة لا يفرزها الجهاز عادة. والآن اكتشاف السنة، هذا صوت مذنب وقد تم تسجيله بالمركبة روزيتا. في شهر غشت وبعد رحلة دامت 10 سنوات تم إنزال روزيتا كأول مسبار يدخل مدار مذنب، ثم صنعت التاريخ مرة أخرى في نوفمبر بإطلاقها مركبة صغيرة هبطت على سطح مذنب، لكن الهبوط كان صعبا فقد ارتدت وانتهى بها المطاف في مكان لا يسمح لها بإعادة الشحن في الألواح الشمسية، إلا أنها جمعت الكثير من البيانات قبل أن تنفذ بطارياتها تماما. تلاحق روزيتا الآن المذنب، تراقب الغاز والغبار الصادرين عنه خلال اقترابه من الشمس. يمكن لنتائج العلماء أن تخبرنا الكثير عن كيفية تشكل نظامنا الشمسي وكذا عن مصادر الماء الموجودة على الأرض.